طيب خليني اكمل لك. يلا. ايه اللي هيحصل بقى بكره؟ جلسه الصلح تمت النهارده، واستاذ حسام المندوه اعتذر لصاحب الشكوى والموضوع اتحل النهارده، لكن فكره حاله الثلاثي للمحاكمه كان اجراء رسمي لازم يتعمل. صح. ايه اللي هيحصل بكره؟ بكره جلسه الصلح تنازل عن الشكوى بشكل رسمي والموضوع هيتحل بكره. لكن المعلومه الجديده اللي عندي يا كريم ان في غضب داخل مجلس اداره الزمالك من مصطفى شلبي تحديدا، وفي اتجاه لاعلان توقيع عقوبه عليه بعد الانتهاء من مباراه السوبر. توقيع عقوبه هي بس كبيره شويه، قد تصل لمليون جنيه. مش هيحصل زي ما حصل في الاهلي مع كهربا. ما هو هيساويه بكهربا. لا مش فكره الغرامه، فكره الغرامه المالية. هل ممكن يتم عرضه للبيع؟ لا 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 لا، مش عرضه للبيع، سفره للقاهره. لا 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 لا، الجلسه بكره تذكره طيرانك ارجع القاهره. لا 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 خالص، الموضوع يعني ملموم داخل مجلس الزمالك دلوقتي. وبعد العوده، بعد العوده للقاهره يتم فتح التحقيق مع مصطفى، لكن الاتجاه الاقرب خصم مليون جنيه. وهيشارك في المباراه؟ لا مش هيشارك في المباراه. ليه بقى؟ مش هيشارك في المباراه لان هو غير جاهز، وغير ان هو معاقب من مجلس اداره الزمالك، لكن ده مش معلن حتى الان. عظيم جدا.